دجاج بالخل البلسميك، وهي طبعا وصفة بينها وصفة إيطالي، لأن هنستعمل فيها كل الحاجات بتاعت إيطاليا بخل البلسميك، وهنستعمل الموتزاريلا، وهنستعمل ريحان. فالوصفة دي علشان نعملها عايزين 4 صدور دجاج، وعايزين ملح وفلفل، معلقة صغيرة زعتر، والحشو الفراخ عايزين 4 دي جبنة، سوري، حلوم مش موتزاريلا. عملتها بالموتزاريلا بس للأسف طلعت من الجناب، فالحلوم شوية بتمسك نفسها، بس زي ما انتوا عايزين تقدروا تستعملوا حلوم وتقدروا تستعملوا موتزاريلا. عايزين جبنة حلوم، وعايزين 1/4 كوباية طماطم مجففة، وعايزين ريحان طازة، عايزين 3 معالق كبيرة زيت زيتون، و1/3 كوباية خل بلسمك، و4 فصوص ثوم مهروس. طيب احنا علشان نحشي الفراخ طبعا هنضطر عايزين نفتحها، يا اما هندقها لغايه ما تبقى كتير رفيعه، بس هتبقى في الوقت ده كبيره، يا اما هي زي ما هي كده بقطعها بالطول رفيع، فبيبقى عندي شرايح رفيعه سهل ان انا الفها. فاحنا هنقطعها كده بالطول، شايفين ازاي هي الصدور دي كبيرة ما شاء الله، يعني بقدر أقطعها 3 مرات. شايفين ازاي بقت الشريحة عندي رفيعة، وبقدر ان انا ألفها وأحشيها بسهولة خالص. دي طريقة ممكن نحشيها بيها، ان احنا نعملها كده بالشكل ده، او بنعملها بشكل تاني هنعملها برضو مع بعض دلوقتي معاكو. ادي كده طلعنا 3 شرايح، شايفين اهي التانية واهي التالتة. طيب دي طريقة، او بناخدها الفراخ زي ما هي كده وبنعملها، هنعملها بطريقتين النهاردة. هنفتحها من فوق كده اهو، بصوا هتوصل بالسكينة لغاية جوه، بس ايدي معايا علشان خاطر ما طلعهاش من هنا وافتحها، بعمل جيب. خليني اجيب السكينة الصغيرة احسن، اسهل لي في الحركة من السكينة الكبيرة. طيب هنعمل جيب هنا كده اهو، بالراحة خالص بفتح كده، وبعمل بوسع كده جوه. شايفين السكينة رايحة فين؟ جاي رايحة اهي من هنا، اهي السكينة شايفينها ماشية ازاي، فانا وسعت من هنا لهنا، عملت جوه مكان خلاص، وفي نفس الوقت ما وصلتش لهنا، فانا كده عاملة الجراب اللي انتوا شايفينه ده، شايفين عملنا جراب. فدي برضو طريقة تانية بنقدر نحشي بيها الفراخ بتاعتنا. فهنحشيها بالطريقتين، هنلفها، هنعمل الطريقتين. هنبتدي نقطع الحشوة بتاعت الفراخ اللي عندنا دي. لو عايزين تعملوا بالموتزاريلا دي بتبقى سهلة لأنها بتتحبس جوه أكتر. دي يعني الموتزاريلا هربت شوية من الجناب، فاستعملوا فيها الحلوم اسهل. ناخد بقى الجبنه الحلوم اللي عندنا وهنقطعها صغير، يعني ممكن تبشروها كمان لو عايزين، نقطعها كمان اصغر. ودلوقتي هنقطع الطماطم المجففه، وهناخد نفس الجبنه اللي عملناها بقى اللي قطعناها دي، هنقطعها بس بطريقه طوليه شويه علشان خاطر الشرايح التانيه اللي هي هنلفها. فهنقطع الجبنه كده وهنقطعها بالطول، عندنا 3 احنا هنقطع 3 قطع، والطماطم المجففه هقطعها طويل، بحاول قد ما اقدر اخليهم قطع طويله، يعني مش قطع فرط كده كده، تمام. وعندنا الريحان هنا خلاص، احنا كده تمام. هناخد شوية بس من الريحان برضو علشان نحطه جوه، حتى ده ممكن نحطه من غير تقطيع. ملح وفلفل، تمام كده اوكي. دلوقتي علشان نحشي الفراخ دلوقتي هوريكم هنعمل ايه.
زي ما هي كده. دلوقتي هوريكم بس ازاي نحشيهم ونطلع فاصل على طول عشان نبقى جهزنا كل حاجه معاكم. هناخد ممكن كمان لو تحبوا رشه زعتر عليها. طيب هناخد بقى دلوقتي الحشوه اللي عندنا دي وهنبتدي نحشي بيها الفراخ بتاعتنا. شايفين ازاي كده هنحشيها من جوه كلها كويس كده. خلاص تمام. دي لو هنحشي الفراخ بالطريقة دي يبقى كده، أو هنحشيها بالطريقة التانية اللي هي هناخد دلوقتي قطعتين تقريبا من الطماطم المجففة وهناخد حتة من الريحان كده اهو شايفين، وهنلفهم بالشكل ده وهقفلها بخلة السنان من هنا. دلوقتي هنبتدي نحط الصوص بتاع، نعمل الصوص بتاعت الفراخ والفراخ والصوص يعني. هنحط شوية زيت زيتون على النار وهنجيب الفراخ بتاعتنا وهنحطهم على النار عشان خاطر يستووا. شايفين انا قفلتها بس كده بخلة سنان. دول التانيين انا ما قفلتهمش، بس هو يفضل ان احنا نقفلهم، وانا الصراحة نسيت اقفلهم فهقفلهم بس سريعا كده بواحدة بس من عند الطرف هنا كده اي قفلة يعني، بس مهم ان احنا نقفل الحتة دي. عندنا ثوم، شوية زعتر وريحان والبلسمك. هناخد دلوقتي الصوص تقريبا عندنا هنا، الفراخ عندنا هنا اتحمرت خلاص كده كويس. نبتدي بقى نحط لها بقية الحاجات اللي عندنا. عندنا الثوم، شوية بس يعني قبل ما لونه يتغير اهو، ابتدى لونه يتغير على طول بشيله وبحط الخل البلسمك، بحط شوية زعتر صغيرين، بحط شوية ملح وشوية فلفل وبستنى عليها شوية يعني، بوطي النار بستنى عليها شوية يعني تقريبا 10 دقايق على نار واطية، ولو متغطية كمان يبقى أحسن. بنغطيها أهو الغطا، وبسيبها كده على نار يعني نار هادية تقريبا 10 دقايق لغاية ما تستوي معايا خالص. بقلبها مرتين تقريبا، مرتين كده على الناحيه دي وعلى الناحيه دي عشان اضمن انها استوت من كل ناحيه. طبعا اول ما بتقل الصوص هتلاقوها تخنت، ولو حسيتوا انها ناقصه شويه سوائل حطوا لها ميه، حط لها شويه ميه صغيرين. كمان شوية تكون خلصت الفراخ. ناس كتير بيقعدوا يسألوني إذا كنت بغسلها ولا لأ. بصراحة الفراخ أنا بغسلها، وأنا ضد إن الفراخ ما تتغسلش يعني صراحة ريحة الفراخ اللي مش مغسولة ريحتها وحشة جدا يعني. إزاي بغسل الفراخ؟ أنا الفراخ دي ممكن أغسلها بطريقة سريعة بشوية ليمون ودقيق وبسرعة بغسلها، بس الفراخ اللي بالعظم هي بتطلع زفرة أكتر، بتطلع ريم أكتر، فبحب أغسلها أكتر. فدي بفركها جامد جدا بالليمون، وبعد ما بفركها من بره ومن جوه بالليمون برجع بفركها بالدقيق، وبعدين بعد كده بغسلها بمية وبحطها في بولة فيها مية وشوية خل
وبعدين برجع بشطفها كويس قوي. لازم اما اشم الفرخه ما بقاش شم فيها ولا اي ريحه، يعني اما اجي اشمها كده ابقى شم هوا، ما يطلعش منها اي ريحه خالص، وده لا يمكن يحصل لو انا جايبه فرخه ومطلعاها من الكيس وشماها ومش وطبخها على طول، يعني اكيد الا الريحه دي هتطلع في الشوربه اللي انا عاملاها او في الفراخ اللي احنا مسويينها. فانا تماما ضد ان انا ما اغسلش الفراخ. خلاص كده تقريبا احنا خلصنا الفراخ بتاعتنا في الطبق. الصوص شايفين ازاي اتكثفت وبقت شويه اغمق واتخن، هو ده بس اللي انا كنت عايزاه، وفي نفس الوقت الفراخ عندي تكون استوت. كده نبقى احنا خلصنا. نبعتر نوزع كده كام ريحان، الريحان بيبقى شكله يعني شكلا وطعما، وده ريحان بقى كمان طازة خالص